طب اعرف منين بقى انا كست ان الراجل اللي قدامي ده قد كلمته؟ يعني هو فعلا بيقول كلام وهيلتزم بيه قدامي. صح. والعكس كمان، الست دي قد كلمتها، يعني مش بتوعدني بحاجات. نورين داخله على الجامد، سخنه قوي. عايزين بص الزيتونه. احنا بنحب نخش طيب. خلينا نرد عليها الاول. طيب اول حاجه، الراجل في قوامته الانفاق عليه، دي اول حاجه في الراجل اتقالت ايه؟ انفاقه، ان هو اللي بيصرف، مش الفيزا كارد زي ما بنقول، لا، ان هو اللي عليه الصرف والمصاريف. لما اجي اتكلم معاه في الموضوع ده او نخرج واحنا مخطوبين ويقول لي يلا بينا بالنص كده مع بعض، انا هدفع نص مثلا المطعم اللي انا عازمك عليه وانت النص، وخدها هاف فن. دي بتديني رساله ان الشخص ده يا اما بخيل يا اما خايف يا اما متوجس. كده اعرف انه بخيل، في اشاره جت. اشاره خايف. خايف من ايه؟ خايف ان العلاقه تنفصل. يبقى دفعت مش بخيل برضه. بخيل يعني برضه بيحسبها زياده. بيحسبها زياده. دي عندي رساله. طب لو اتكررت خلاص انت بخيل. طب والبخيل قد كلمته. طيب انا مش هنسى السؤال. طيب ما مش هتنسيه وانا مش هنساه. تاني حاجه، قد كلمته. لما اجي ادي وعد اكون قده، بمعنى ان انا لو قلت لكم انا هجيب في البيت التيبل دي مع ده مع ده هجيبه، ما جيش بعد ما اضمن فتره الخطوبه اقول بقى في الجواز ان شاء الله ربنا يستر. بصي اصلا انا لو جبت شقه دلوقتي ملك هيكون غالي عليا، وانت هتعذريني باسم الحب اللي احنا. انا طبعا عارفه ان انا كده يعني، بس هقول حاجه. يعني هو مثلا لو قال لي اوكي تلبسي الطقم الفلاني في الاول الخطوبه، وجه بعد كده غار عليا وقال لي ما تلبسيهوش، ده معناه ان هو مش قد كلامه ووعوده؟ لا، وعوده بتتغير. ما هو ما فيش حد بياخد حد وبعدين يقول له انا هغيرك بعد الجواز، اصل هي مثلا مش محجبه وهخليها محجبه بعد الجواز. ما فيش حد بيغير انسان، هي مبادئ. انت عشان تغير غير من البدايه او حط تولز من البدايه. حلو ماشي، انا عندي كده ادي ده بيتي وسقفي، انا عندي الرولز بتاعتي. انت هتخشي بيتي ده فتمشي على الرولز والقواعد اللي انا عايش فيها. زي ما احنا عايشين مثلا في القاهرة، في عندنا رولز ما نقدرش نكسرها. كل مكان فيه رولز، دي الكوميونتي يعني الامنه بتاعتك. يعني ما تعملش جنتلمان في الاول وتبين ان انت كويس ومنفتح وكل حاجه، وانت اصلا راجل متزمت، انت راجل شرقي. طيب دلوقتي بقى موضوع في الخطوبه، لان انا بقى الاقي كتير قوي من اصدقائي او الناس المعارف يعني بيجي يقول لك ايه، انا هحطها تحت اختبار، انا هتست كده، معيش فلوس ومش هينفع نخرج الفتره دي ومش عارف ايه، ونفس القصه هي بتحطه تحت اختبارات. هل الاختبارات اللي بتحصل ما بين الاثنين المخطوبين ده صح ولا غلط؟ وصحي ولا لا؟ مش صحي خالص. اوكي شكرا. ماشي، مش صحي خالص. ليه بقى؟ لان احنا بنضغط بعض في اوقات ممكن تكون غير مناسبه. هو حاليا عنده ضغط مادي من نوع، فجيت انا اختبرته في وقت اصلا هو عنده ضغط دلوقتي. فحصل معاه الموقف، ويكاد يكون ان هو مش الشخص الوحش ده، ولكنه مع الضغط طلع الاسترس اللي عنده كله بطريقه مش كويسه. بنعمل ايه؟ يعني التكرار دايما نقول التكرار. لاحظي الموقف مره واثنين وثلاثه، بلاش ضغوط، خليكي ذكيه، خلي عندك حنكه، بلاش الايموشن اللي طالع طول الوقت وبحبك، خلي العقل شغال. يعني احنا بنقول ما يعني مش ما تحبوش بعض، حبوا بعض يا جماعه وكل حاجه، بس اجلوا ده في خطوه العقل الاول. شوف بيقولك التصرفات. اللي اتجوزوا بالحب لبسوا، واللي اتجوزوا بالعقل. لا طبعا هو لازم ممدوح. لا يا ممدوح، لازم عقل وقلب مع بعض. لازم يعني الاثنين مع بعض. قلب بس لا. لازم الاثنين. بس انا دايما اقول او الصح والعلم دايما يقول ان خلي العقل شغال خصوصا في اول